السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخباركم عاملين ايه؟ رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد وطريقة عمل الكيك اليومي اللي احنا بنعمله على طول. كيك طري وهش زي ما انتوا شايفين، وكيك ده هتعتمدوه على طول من ان هو طري وهش وكل العيلة هتحبه عندكم، ومن كتر ما هو حلو هتعملوه على طول. تابعوا الفيديو عشان تشوفوا المكونات وطريقة العمل. وهنا بالنسبة للمكونات معايا 4 بيضات في الخلاط ومعلقة صغيرة فانيليا، وهنا معايا كوباية سكر، والكوباية دي ساعتها 270 ملي، هستخدمها في كل المقادير. هضيف السكر على البيض والفانيليا وهشغلهم في الخلاط من 3 دقايق ل4 دقايق. كل المكونات اللي حطيتها في الخلاط من 3 ل4 دقايق لغايه ما البيض يفتح والسكر يدوب وبرده الخليط يعلى شويه. هضربهم وارجع لكم. وهنا بعد ما ضربت البيض والفانيليا والسكر هضيف زبادي بنفس الكوبايه اللي انا ضفت بيها السكر، او ممكن تستخدم علبتين زبادي من هما بيتباعوا في السوبر ماركت. وهنا عندي معلقتين عصير تانج برتقان، ولو مش عايزين تستخدموه ممكن تحطوا بشر ليمون او بشر برتقان، او ممكن تستغنوا عن الاثنين وتخلوها بس بريحه الفانيليا. هضيف الزبادي والتانج وابدا اخلط تاني. وهنا عندي شوية خل كمان هضيفهم. وهرجع في الخلاط واضرب تاني. وهنا بنفس الكوباية هضيف 3/4 كوباية زيت واكمل برضو خلط في الخلاط. وسر من اسرار الكيك اللي انا انصحكم بيها ان انتوا تضيفوا كمان على الخليط في الخلاط 1/2 كوباية مية مغلية او 1/2 كوباية حليب مغلي، ده بيخلي الخليط يفتح شوية وكمان بيزيد ارتفاعه. دلوقتي انا هضيف 1/2 كوباية مية مغلية ومن نفس الكوباية اللي انا استخدمتها من الاول. وهنا انا كنت بضيف المية المغلية وانا مشغلة الخلاط. وهنا بعد ما خلصنا الخليط في الخلاط هبدأ ان انا هضيفه في العلبة اللي انا هشتغل بيها، وهضيف عليه دقيق من نفس الكوباية اللي انا استخدمته. بس اضيف الدقيق هقول لكم استخدمنا كم كوباية بالظبط، وكمان معلقتين صغيرين بيكنج باودر. لو انتوا هتستخدموا المج بتاع الشاي العادي استخدموا 3 بيضات من الاول. هضيف هنا الطحين والبيكنج باودر. هنا انا ضفت اول كوباية طحين، والطحين اللي انا بستخدمه منخول، واول ما بدأت اشتغل ولعت الفرن بتاعي عشان يسخن قبل ما اخلص، وضفت عليهم كمان معلقتين البيكنج باودر. هبدأ ان انا اكمل واضيف طحين كل ما احتاج، وفي الاخر خالص بقول لكم محتاج كم كوباية طحين من اللي احنا استخدمناه من الاول، نفس الكوباية. وهنا هضيف تاني كوباية طحين وهكمل ان انا اخلط الخليط مع الطحين.
وهنا هضيف كمان نص كوبايه طحين كده، بقى ضفت 2.5 كوباية طحين منخول على الخليط. وزي ما قلت لكم انا اول ما بدات اشتغل ان انا اخلط الطحين مع الخليط، شغلت الفرن بتاعي عشان يكون سخن لما اخلص، واحط الكيك على طول في الفرن. بس كده بكون خلصت. وهنا انا هفضي الخليط في الصينية وانا هنا مستخدمة صينية 20 في 30. هبدأ ان انا افضي الخليط، ولما تيجوا تفضوا الخليط خلوا ايديكم فوق علشان يدخل هوا في الخليط بتاع الكيك. وهنا بعد ما فضيت الخليط بتاعي في الصينيه هدخله في الفرن. وانا زي ما قلت لكم ان انا اول ما بدات اشتغل بالدقيق والخليط شغلت الفرن بتاعي، هو سخن دلوقتي. هدخل الكيك على درجه حراره متوسطه في الرف الوسطاني، ولما اتاكد ان هو استوى من تحت هختبره بخله، ولما اتاكد ان هو جهز فعلا هروح مشغله الشوايه من فوق عشان ياخد لون ذهبي. وقبل ما بندخله بنخبط الصينيه شويه عشان لو في اي فراغات هواء في الكيك ما تبقاش موجوده كده، وما نحاول ان احنا ما نفتحش الفرن غير قبل ما 35 دقيقه يعدوا. دلوقتي انا هدخل الكيكه في الفرن ولما تجهز بوري لكم. وهنا بنكون طلعنا الكيكه بتاعتنا من الفرن، وزي ما انتم شايفينها هشه وطريه. هقطع لكم منها حته واوريكم ازاي من جوه، واللي هي هشه وطريه. وهنا بعد ما طلعت منها حته هوريكم الكيكه عامله من جوه ازاي، هشه وطريه. وبس دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، واتمنى انتوا تجربوها لان الطريقه هتعجبكم جدا وهتعتمدوها كل يوم، بالذات ان احنا في الاجازه دلوقتي هتعتمدوها على طول. وده نهايه الفيديو بتاعنا، ما تنسوش انتوا تتابعونا على القناه وتحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع كل اللي تعرفوهم. مع السلامه، اشوفكم في الفيديو الجاي.